אני מבקש להעביר בראשית דבריי. נתניהו יעקד מؤتمرا صحفيا خاصا ويطالب بمناظرة الشهود في ملفات التحقيق ضده. احتجاجات في النقب على استفزازات الوزير الإسرائيلي أوري أرئيل. ومشاركة فلسطينية وعربية باحتفالات الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي. ולכן אני מבקש להעביר בראשית דבריי. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من النيابة العامة والجهات القضائية الإسرائيلية بإجراء مواجهة علنية أمام الجمهور الإسرائيلي مع كافة الشهود الذين قدموا إفادات مخالفة لأقواله في ملفات التحقيق ضده. وكشف نتنياهو للمرة الأولى بأنه طلب من الشرطة الإسرائيلية إجراء مواجهة مع الشهود ضده، إلا أن طلبه رفض في المرتين، الأمر الذي اعتبره نتنياهو مدعاة للشك. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال كلمة خاصة أعلن عنها قبل وقت قصير من بثها، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية في الأوساط السياسية الإسرائيلية.